السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حبايب القلب طلاب الأول ثانوي طلاب جيل 2008 الله يعطيكم العافية والله يهدي بالكم لازلنا من أسس حالنا للثاني ثانوي لساتنا إحنا مهتمين في مادة الكيمياء الأول ثانوي اللي بتأسسنا للثاني ثانوي بإذن الله تعالى اليوم نحكي عن بعض الذرات اللي بتخالف قاعدة الثمانية زي ما اتفقنا انه لازم نخلي حوالين الذرة المركزية ثمن الكترونات مشان تكون مستقرة تمام تمام لكن في عنا بعض الذرات بتخالف هاي القاعدة مرات بكون حوالينا ثمانية ومرات لا طيب انا كيف بدي اعرف هذا الحكي كله رح نشرح لكم اياه بت... طيب بس بدي بينا... اذا انت ما حضرت التأسيس احضره لانه التأسيس مهم جدا مشان بالماده يا استاذي في توزيع الكتروني تكون عارف بدي اياك تعرف توزيع هوند تكون عارف بدي تعمل على الغازات النبيله تكون عارف يعني هاي الشغلات البديهيه بتساعدنا في شرح الماده فلازم لازم 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 نكون حاضرين التاسيس بعينكم الله والله يكون معكم طبعا وكل طالب قاعد بيحضر معي والله 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 انه طالب مجتهد والله انه طالب قاعد يعني انت باقي الطلاب اغلب الطلاب مطقعه ورايحين لي على المواد الوزارية على 30%، طب ما انت عندك 70%، 30 و30 و10، اطقع لهم؟ قلت لكم ايش؟ لا، بدنا نهتم فيهم. طيب، اليوم بدنا نحكي عن بعض الذرات اللي بتخالف قاعدة الثمانية. في عندنا مجموعة من الذرات بتستقر بإلكترونات أكثر من ثمانية أو إلكترونات أقل من ثمانية. طيب، الآن أستاذ ركز معي نقرأ هون بقول لكم لك هنالك بعض الذرات التي تتكون في مركباتها روابط تساهمية زي ما تعودنا إيه طبعا حكينا احنا الرابطه السهميه كيف نعرفها استاذ؟ شو بده يكون عندنا؟ بده يكون عندك حكيناها هي حكيناها 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 كيف انا بدي اعرف انه هذا فيه رابطه تساهميه؟ بده يكون انت عندك لا فلز زائد ايش؟ لا فلز هاي خلوها معروفه عندكم لازم تعرفوها اذا الرابطه السهميه بتصير ما بين اللا فلزات داخل الجزيء تمام؟ هاي الجزيئات لا تحقق قاعده الثمانيه، مع ذلك بتكون مستقره، وقد يكون عدد الالكترونات المحيطه اقل من ثمانيه او اكثر من ثمانيه، بس بتكون مالها مستقره. طيب، هذا الجدول بوضح لي بعض الذرات ومعطيني عدد الازواج المحيط فيهم. ركز معي عندك هون بيريليوم، بورون، فوسفور، كبريت. لاحظ انه هون الثلاث فيهم حرف البي، بيساعدك في الحفظ. وعندك اخر واحد الكبريت، هذول حفظ زائد فيهم. حفظ زائد فيهم عشان تميزهم بسرعه. البيريليوم عندك اياه هذا موجود في المجموعه الثانيه بكون بعمل رابطين. يعني حوالينه زوجين الكترونات. البورون موجود في المجموعه رقم ثلاث، يعني ينتهي توزيع الالكتروني له بثلاث الكترونات في المجموعه الثالثه، بعمل ثلاث روابط. الفوسفور موجود في المجموعه الخامسه، بعمل خمس روابط طبعا هو خام... مجموعة خمسة رابطة اثنتين ثلاث أربعة خمسة والكبريت في المجموعة السادسة بيعمل رابطة اثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة شو قلت لكم المرة الماضية قلت لك تخيل طلع معي إنه هذا العنصر اكتفى بهذا الإلكترونات وفلل وخلص أموره مستقرة فمشان هيك العلماء قال لك في عندنا ذرات بتخالف طيب شو استاذ تقدر تساعدنا فيهم؟ بساعدكم اذا ما حكينا لكم بيريليوم مجموعه ثانيه بورون فوسفور كبريت على الترتيب. البيريليوم مجموعه ثانيه لما تعمل توزيع الكتروني بتلاقي عنده الكتروني في اخر مستوى، يعرف انه بيعمل رابطتين. البورون ثلاث روابط لانه في المجموعه الثالثه. والفوسفور مجموعه خامسه، التوزيع الالكتروني بينتهي في المجموعه خامسه، إلكترونات التكافؤ له خمسة بيعمل خمس روابط الكبريت بيعمل آه ست روابط لانه موجود في المجموعة السادسة عنده ست الكترونات تكافؤ طيب شو في شغلات ممكن تساعدنا بحكي لك استاذ حكينا لكم الشحنة هذا شحنة موجب اثنين بيعمل رابطين هذا موجب ثلاث بيعمل رابط ثلاث هسا ما في عنا شيء اسمه هسا احنا كيف عرفت الشحنة طبعا مش احنا عنا الذرة بنحاول نخليها تصير مستقرة فاذا فقدنا الكترونين استقرت طب كيف كيف مش فاهم يا استاذ طيب ما احنا الذره يا اما صفر يا اما ثمان الكترونات عشان تكون مستقره بشكل عام ما عدا مين؟ الهيدروجين صح؟ مش الهيدروجين عنده الكترون مستقر؟ بس احنا حكينا انه الذرات بشكل عام يا صفر في اخر مستوى طاقه يا اما ثمانيه يا اما بتفقد يا اما بتكسب فالاسرع افقد اثنين فعشان تستقر تفقد اثنين موجب يعني فقد هون الاسرع تفقد ثلاث عشان تستقر اسهل ما تكسب خمسة اسهل ما تكسب ستة عشان نوصل لثمانية انتبهوا هسا هون الفوسفور راح تحكي لي هاي استاذ الاصل إنها تحكي لي سالب ثلاث صح عشان تكسب ثلاث مشان مش تستقر بحكي لك شغله هون هون طبعا ركزوا معي عشان هذا الحكي راح انبه عليه هذا الحكي لازم احكيه بكلام علمي اصح وادق هسا هون الخمسه احنا حكينا تكسب ثلاث عشان تفلل بس حسب القاعده مش هيك لا حسب القاعده كانه بقول لك كانه بقول لك تكسب خمسه خليكم صابرين معي اصبروا هون كانه بقول لك تكسب سته طبعا فيش شيء اسمه تكسب سته فيش شيء اسمه تكسب سته بس انا بحكي لك هيك عشان افهمك احنا هون شو بنشتغل استاذ شو حكينا هون تساهميه شو حكينا عن التساهميه تشارك صح 100 100 ولا مش 100 100 معناته هون انا ما بفقد اثنين انا هون بشارك اذا هون مشاركة مشاركة وايضا هون مشاركة وايضا هون مشاركة وايضا هون مشاركة اذا هون ما بيكسب خمسة لا غلط هو بشارك بخمسة وهي ما بتكسب ستة هي بتشارك في ستة اذا هون عنا احنا مشاركة عشان اي طالب بيقول لك استاذ انت قلت هيك لا مشاركة هذا كله عبارة عن تشارك مشاركة طب استاذ شو قصدك انت؟ انا قصدي التالي انه انت من خلال الشحنه تقدر تستنتج، خلينا نفهم مع بعض في الحل. خلينا هيك عنا هاي المعلومه، هاي الصفحه، فهمنا شغلات، لطشنا شغلات هسه بالحل بنمكنها، تم؟ تم. الان حبايبي هذا الجدول في الكتاب، جدول مهم اللي فيه ذرات اللي فيهم حاله شاذه. اه هاي الذرات ما نحفظ اكثر منها، فيها اكثر منها اه بس مش مطلوب منك، ما بدك تعرفهم. اه في عندك هون استاذ الصيغة الجزيئية الصيغة الجزيئية اللي بيكون مكتوب فيها الجزيء المكونات زي CH4 زي C2H4 زي H2O زي CO2 هي عبارة عن صيغة جزيئية هسا الصيغة الجزيئية في منها بعمل صيغة بنائية بعمل منها تركيب لويس احنا دائما بنعمل تركيب لويس وبنقلكم مباشرة على الصيغة البنائية واحنا ما بنحكي صح؟ كيف يعني؟ هاي الصيغة الجزيئية بعدين كنا نعمل تركيب لويس نحط النقاط صح؟ بعد ما نحط النقاط نروح نعمل الصيغة البنائية بس ما أحكي لكم فأنت مباشرة من الصيغة لويس بتعمل صيغة بنائية الصيغة البنائية زي شكل البناء زي شكل البنائي لهذا الجزيء معطينا هون عدد الأزواج حول الرابط أو حول عفوا الذرة المركزية هون تنتين ثلاث حس حكيناهم وبنرجع من عيدهم بنحلهم من حلهم. يلا نبلش في أول وحدة البي اي سي ال نكتب السؤال ارسم تركيب لويس. لا هيك صارت مش سين صارت شيء طبعا استاذ انت انتبه معي انه انا كتبت ارسم تركيب لويس بس انا راح اكمل شكل بنائي بدون ما احكي لك تمام؟ شو الشكل شو الصيغه اللي الصيغه اللي اللي هي بي اي سي ال تمام تمام لازم اعطيك عدد ذري لازم لازم اه لازم لازم يلا نبلش عندك البي اي الى عدد ذري 4 والسي ال عدد ذري 17 مش أو حفظ اوعك تحفظ شيء نعمل توزيع يلا 1 1 اس 2 2 اس 2 خلاص خلصنا توزيع طيب اللي بعدها يلا 1 اس 2 او بطريقه اس اس بس بس يلا هاي لعيونكم اس اس بس بس نغير جو هيك بالحصه نلطف الجو يلا يلا اس اس بس بس نوقف لهون نجرب مش احنا اتفقنا انه هاي تجريب حطينا اس اس بس بس حكينا بالتاسيس اس اس بس بس دي بس دي بس في دي بس في دي بس يلا اول شيء هاي بتكتفي باثنين وهاي بتكتفي باثنين وهاي بتكتفي, بتكتفي بسته هيك صرنا حاطين عشرة. ضل معي سبعه هاي اثنين ضل معنا خمسه اكتبها هون امسح مين الاس هاي الاس زياده هذا حكيناه بالتاسيس طبعا يلا يلا هلا نحط الارقام تحت الاس بتبلش من واحد اثنين ثلاثه البي بتبلش من رقم قديش يا استاذ؟ من رقم اثنين حكيناها. طيب بدنا اخر مستوى طاقة، شو هو اخر مستوى طاقة يا استاذ؟ اخر مستوى طاقة اللي هو اكبر رقم. ها في عندنا الكترونين بقول لك عندي اثنين الكترون تكافؤ. وفي عندي هون رقم ثلاث، طبعا واحد مكتوب هيك ها عشان تشوفوهم. اخر مستوى طاقة بجمع الكتروناته بضل عندي سبع الكترونات تكافؤ. طبعا فوق ما في عندي رقم اثنين مكرر مشان هيك بس فوق اثنين الكترون، طيب بعدين حكينا بنطلع توتال توتال الكترون فيلنس الكترونات التكافؤ الكلية، لا الكترون فيلنس أو فيلنس الكترون بدكم إياها في إي أو إي في بدكم إياها المهم الكترونات الكلية التكافؤ كنا نروح على الذرة المركزية نحكي البي إي كم عددها؟ واحد كنت أحكي واحد ضرب اثنين اثنين زائد كنت احكي 2 سي ال ضرب 7 7 ب 2 او 2 ب 7 قد ايش 14 14 ويساوي 16 الكترون تكافؤ كل الالكترونات التكافؤ الكليه حكينا عشان نطلع ازواج مرات بيسالك ما عدد الازواج في المركب بتقول له عدد الازواج قد ايش يساوي الرقم اللي هون تقسيم 2 بيطلع معك 8 ازواج طيب طلعنا الازواج من هي الذره المركزيه من هي الام مين مين الام الحنونه الام اللي تلاقيها بتسوي لك فنجان قهوه وشاي وكل كل يما هي فواكه وهي 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 ودرس مشان الله ودرس صح الله يخلي لكم اياهم طبعا الام تاكل همك مرات الام بتزودها بعرف بس بتكون من الداخل هي محروقه عليك فالام بتهتم فيك لو انها زعلتك بس هي مصلحتك ممكن الام تضل تقول لك ادرس 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 وانت تكون فعليا دارس بس هي شافتك قعدت مباشره حكت لك اعرف انه هي بدها مصلحتك بس هي مش عارفه انك انت خلص خلصت طاقتك لا تعلي صوت الفيديو طيب هذا الكلام بيني وبينكم هسا يا سيد العزيز بدنا نطلع عضله مركزيه حكينا هي الام اللي ماسكه ولدين اللي هي بيئي بروح طالب الطلاب بقول لي مركزيه اللي هي بيئي وفي عندنا نظرتين على الجناب واحده سي ال وواحدة سي ال احنا عندنا سي ال تحطهم جنب بعض يعني واحد عفوا وحده هون وحده هون بنقدر نحطهم فوق بعض بس للترتيب خليهم هيك سي ال مع سي ال الان زي كل مره بنحط الرابطه اكيد حكينا في عندنا رابطه خاوه صح هاي رابطه وهي رابطه طيب اخصم من الثمان ازواج زوجين بضل عندك سته السته هذول بكونوا على الذرات الطرفيه كلها بنحط على الذرات الطرفيه هاي وهاي مش اتفقنا انه انا حطيت زوج رابط وزوج رابط خلصنا منهم ضايل معي سته ما هذا عباره عن الكترونين استاذ تنسوش هذا الكترون مع الكترون وهذا الكترون مع الكترون اذا انا شلت زوجين من الثمانيه ضل سته السته بنحطهم على الاطراف واذا زاد معنا بنحطهم مع على بالنص بس انا بحطهم على الاطراف بحيث اوصلها ثمان الكترونات بحيث اوصلها ثمان الكترونات فهي هسه راح احط زوج اثنين ثلاث طبعا هيك ستة سبعة ثمانية هيك فللت نروح على هون طبعا أول شيء أطراف حطينا زوج زوجين ثلاث ضايل معي ثلاث واحد اثنين ثلاث هذا زوج هذا زوج هذا زوج فثلاث زائد ثلاث ستة خلصنا كل الإلكترونات اللي معانا وحتى تتأكد عندك ثمان أزواج وينهم الثمانية؟ هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية خلصنا شو كنا نحكي معنا استاذ كنت اقول لك اتاكد انك انت وصلت لقاعده الثمانيه صح؟ فتروح تطلع تقول لي استاذ حوالين هاي ثمانيه فللت صح، حوالين هاي ثمانيه فللت صح، بعدين تروح تطلع على الذره المركزيه، هون هاي الحاله بتلاقيها ما وصلت ثمانيه، وصلت حوالينها زوجين، بهاي الحاله بدك تتذكر اذا كانت الذره بتخالف قاعده الثمانيه بتقول له استاذ خلص هيك الشكل. خلص هيك الشكل، بس اذا الذره على قاعده الثمانيه زي ما تعلمنا حوالين هاي ثمانية شو كنا نسوي؟ كنت أقول لك خود من هون الإلكترون وحط هون وخود الإلكترون وحط هون وعمل جسر صح؟ اشتغلناها زي مثلا ذرة مين يا أستاذ؟ زي الأو نصغر الخط الأو تو الأو مع الأو حكينا في البداية في رابطة صح؟ بعدين كان عندنا هون إلكترونات خلينا نتذكر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة حكينا لكم يا استاذ كل وحده لازم يكون حولنا ثمانيه عشان تحقق قاعده الاستقرار ما لقينا حولنا ثمانيه شو كنا نسوي يا استاذ كنت اقول لك بتروح على الكترون بتشطبه وبتحطه هون بتشطبه وبتحطه هون وبتعمل جسر وبتشوف بتشوف اذا وصلت قاعده ثمانيه ولا لا بتقول لي استاذ ها عد 2 4 6 8 فبهاي الحاله ما راح نشطب شيء ما راح اشطب هذا الالكترون وهذا الالكترون واعمل جسر لا خلص هاي الذرة هيك استقرت غير عن اللي تعلمناه قبل إذا هاي ذرات شاذة حالات شاذة بتستقر بعدد الإلكترونات أقل زي مين؟ عنصر البيريليوم بي اي بده زوجين خلصنا منه نروح على البعدي. تمام؟ طبعا هذا المثال بتقدر تحله نفسه على بي اف 3 لا احنا مش لسه لسه ما وصلناها اسف انا شغلت فايبر شكله استاذ بي اف دو. بي اي 2 بي اي اف, أف 2 حلوها راح يطلع معاكم بنفس الرسمه طبعا يا استاذ هاي معلومه عندك البي اي لها عدد ذري أربعة والاف لها عدد ذري تسعة اعمل توزيع الكتروني وانت حافظ انه ذره البي اي ذره بتعمل حاله شاذه إلكترونات اللي بكون بس أربعة تمام فانت اذا شفت بي اي اف 2 بي إي اي, اي اي 2 تمام بي اي اكس 2 شو يعني اكس يعني اي شيء راح تعمل بنفس الطريقه هاي لانها حالة شاذة تمام تمام الان نروح على شيء ثاني حاولوا ارسموا معي هسا خلص صرتوا فاهمين مبدا ان نشتغل للبي سي ال 3 بي سي ال 3 قال لك يا استاذ طبعا زي ما انتبهتوا قبل شوي عملنا الشكل البنائي واحنا مش عارفين اللي هو الخطوط قال لك هون ارسم تركيب لويس لمين؟ انا نسيت فكره بقدر ارسم لاكثر من, من وحده لمين لا بي سي ال 3 بي سي ال 3 طبعا بظبط بي اف 3 اه بظبط يلا بي سي ال 3 هسه احنا حافظين انه البي بتعمل ثلاث ازواج بس بكون حولنا ثلاث ازواج يلا يلا نختار لون قو... قوس قزح لون بنفتحي البنفتحي بيحبوا هذا اللون أنا. يلا بي الى عدد ذري خمسه والسيال لها عدد ذري 17، نعمل توزيع الكتروني، يلا 1s2 2s2 2b1 تحس حالك شاعر، اللي بعديها يلا 1s2 2s2 2b6 صح؟ 1s2 2s2 2b6 3s2 3b كم؟ عندك 10 بعدين اثنين بضل عندك خمسه مجموعهم 17 طيب الآن اللوح ليش بقطع؟ أنا مش عارف الآن وزعنا بنروح بنحدد أكبر مستوى طاقة الرقم الأكبر شو هو؟ بتقول لي اثنين اثنين عندي فوقيهم ثلاث ثلاث إلكترونات تكافؤ واللي تحت بتقول لي أكبر رقم ثلاث ثلاث بجمع الكترونات اللي فوق سبع إلكترونات تكافؤ تمام تمام نحسب نقول توتال توتال فيلانس الكترون مجموع الالكترونات الكليه يلا البي كم عددها؟ واحد 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 ضرب ثلاث ثلاث زائد ثلاث ضرب سبعه ثلاث ضرب سبعه سبعه وعشرين صح؟ ولا واحد وعشرين؟ طيب واحد وعشرين طيب اوكي هذا ذكرت شغله مره مرات بتخوت على طلاب صف 10 فبقول لهم 4 4 16 طلاب مندمجين هو مش 16 طيب 23 23 هل و3 21 24 الكترون تكافؤ كلهم كل الالكترونات عباره عن 24 بدي عدد الازواج بشكل عام شو بتقول لي جيب الرقم نفسه 24 تقسيم 2 بيطلع معك كم 20 تقسيم 2 10 و4 تقسيم 2 2 اذا ايش اذا 12 هذول عدد الازواج الكليه من هي الذره المركزيه من هي الام اللي ماسكه لك ولد ولدين ثلاثه تقطع فيهم الشارع مين عنصر البورون بنروح احنا نختار عنصر البورون اللي هو راح يكون الذره المركزيه وفي عنا CL3 صح ولا مش صح؟ بتحط CL بتحط CL وبتحط CL حطينا السي الثلاث، الان بنعمل فيهم روابط، طيب الان الان قبل كل شيء قبل كل شيء صح 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 صح؟ في عنا شيء اسمه رابطة أكيدة صح؟ رابطة أو رابطة خاوة. بتقول لي ما بين كل عنصر وعنصر في رابطة طبعا مع ذرة مركزية يعني تخيل بالله عليك، يعني انا هسه خطرت ببالي فكرة تخيل يجي طالب يعمل لي هيك وهيك 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 والله العظيم هذا طلع بيطلع رسام بيطلع رسام فانتاستيك وهذا ممنوع مستحيل من الذرة المركزية بتعمل روابط للذرات الطرفية اوعك تفكر هيك تفكير اعرف انك انت قاعد تجيب العيد هيك هاي الافكار بتجيكم بس بالامتحان ما بعرف كيف طيب حطينا الروابط هسه اطرح من 12 طلع ثلاث صح بتطرح من 12 3 تضل معك قديش؟ تسعة بتقول لي في عندي أنا هسا تسع أزواج بدي أحطهم على الذرات الطرفية تمام؟ بعدين إذا زاد معاي على الذرة اللي بالنص يلا هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عدلها لك مرة ثانية واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسع أزواج اللي ضلوا معنا وزعناهم كامل لو زاد معنا بنحط على الظلة المركزية ما زادش الآن عد يا أستاذ حوالين هاي قد ايش؟ بتقول لي حوالين هاي اثنين أربعة ستة ثمانية ثمان الكترونات فللت ونفس الشيء هاي ثمانية ونفس الشيء هاي ثمانية بس في شغلة الذرة المركزية كم حولها راح تقولي لازم ثمانية بس راح نحكي إنه هاي عبارة عن حالة شاذة بتكتفي بأقل عندك هنا زوج زوجين ثلاث زوج زوجين ثلاث يعني حولنا ستة إلكترونات هل وصلت قاعدة ثمانية لا لكن هاي حالة شاذة هنا اكتفت هنا اكتفت أنها تكون بحولنا ست إلكترونات بس في شغله هون أستاذ يعني هذا الشكل هيك هو صح بس غير مقبول ليش احنا اليوم كل مره مره بنتعلم هسا في شغله جديده ليش هذا الشكل غير مقبول او خلينا نيجي هون الشاشه هاي ليش رسموه بهاي الطريقه مش هو كان تنتين شمال يمين واحدة تحت او حكينا مرات بنحطها فوق عادي صح ليش هو المره هاي غير في في, في في الشكل بقول لك ليش وهذا الحكي رح نتعلمه لسه يعني معنا مرات هسه بحكي لك هو انك انت لما تخلي هذا الالكترونات اللي هون مش هذا عباره عن مجموعه من الالكترونات وهي مجموعه وهي مجموعه بقول لك لما تخليهم قريبين من بعض بصير في تنافر ايش احنا درسنا اسمه نظريه تنافر الالكترونات من مستوى التكافؤ اه معناتها نحل هاي المشكله شو قلت لكم بنبعد الالكترونات اقصى ما يمكن اقصى ما يمكن تمام تمام فانا عشان ابعد الالكترونات اقصى ما يمكن بدي احاول اخلي بيناتهم زاويه 120 هسا 120 زائد 120 زائد 120 قد 360 كانك بتحكي عن دائره صح 360 فبحاول ابعدهم اكثر ما يمكن هيك لا هيك غلط هيك كانه هون زاويه 90 وهون نفس الشيء 90 وهون عندك 180 فهذا الحكي مش صح لازم نبعدهم نقدر نبعد نقدر فانا هسا راح ابعدهم تمام؟ إذا أنا ليش ببعدهم؟ مشان أحقق الاستقرار في الشكل، الشكل نفسه لازم يستقر. طب أستاذ اللي قبل ليش ما عملتش فيها إشي؟ اللي قبل كانت زاوية 180 اللي هي كانت بي إي سي ال 2 ولما تكون 180 ما بيكون في عندنا أي مشكلة، يعني هذيك هذيك اللي كانت معنا اللي هي بي إي سي ال 2، هي سي ال وهي سي ال. مش هيك كانت؟ طب أستاذ كم التنافر؟ بقول لك هاي زاوية 180 وهاي 180 خلص اكثر من هيك ما في عنا ما بنقدر نبعدهم اكثر من هيك هيك وصلت الاستقرار طب في شغله ثانيه بدي احكي لكم اياها نسيت احكيها هسا بدي احكيها هي بتساعدكم كونك انت حافظ انه هاي الذره تعمل ايه حكينا الله محمد حكينا بتعمل زوجين او حوالينا عفوا زوجين هي ما بتعمل زوجين هي بكون حوالينا منها الكترونين منها منها الكترون الكترونين والثاني من الذرات الثانيه بس يعني حوالينها زوجين تقدر زي ما حكينا لكم من خلال التوزيع بشي انتهت باثنين صح؟ حكينا شحنتها لو بدنا نحط شحنه تفقد اثنين بس هي ما بتفقد هي بتشارك فلازم نعمل رابطين فلازم نعمل رابطين بدون ما تعمل هذا الحكي كله بدون ما توزع تمام؟ هسا خلينا نرجع للذره اللي حكيت عنها خلينا نحكي عن ال بي اي حكينا ليش الشكل بنكتبه هيك طبعا هاي اتفقنا انه احنا كتبناها هيك وما عدلنا عليها لانه الزاويه 180 خلص اقصى من هيك ما في هسه احنا هاي البي سي على 3 هاي بي وعندنا سي على 3 عشان تخليهم ابعد ما يمكن بدك تحط وحده هون تحط آه سي ال هون وسي ال هون وسي ال هون كانك انت قاعد ترسم مثلث طلع كانك انت حطيت هون مثلث تقدر ترسمه بالعكس بصير تخلي انه هاي تحت وثنتين فوق اه بصير المهم انك انت تعمل بيناتهم زاويه 120 ليش لانه هيك ابعد شيء تمام اذا انا هيك بحقق الاستقرار هسا باجي بعمل روابط بيناتهم هاي رابطه رابطتين ثلاث هذا الشكل البنائي للبي للبي سي ال 3 مش بي اي دير بالك البي اي بتعمل بس رابطتين اما البي سي ال 3 بيعمل ثلاث روابط هذا الشكل لو قدام راح نحفظ اسمه وراح نعرف الزوايا بس انا هسا جاية بعطيكم شغلات بسيطه تمام استاذ بس نقدر نرسمه بدون ما نعمل هذا الحكي كله اه بنقدر ما احنا حكينا البي تعمل ثلاث روابط واحد اثنين ثلاثة طب انت جرب حل لل بي اف 3 تمام مش بي سي ال 3 بي اف 3 واي البي لها عدد ذري خمسه والاف لها عدد ذري تسعه اعمل توزيع شوف راح تلاقي حالك بتوزع طبعا هاي الطريقة طويلة لكن دقيقة وهاي الطريقة سريعة بسرعة تمام هسا نروح على شيء تاني وطبعا ما حققت قاعدة الاستقرار لانه هاي حالة شاذة حالة شاذة نيجي هسا هون لل اه هون للجزيء بي سي ال 5 هذا بي سي ال 5 بيفرق عن هاي انتم عارفين بالانجليزي بيفرقوا للبي سي ال 5 نيجي نحله مع بعض طبعا استاذ انا لازم اعطيك طبعا اكيد عدد ذري وكل شيء يكون عندك ولا بدون انت ما بتحل صح ولا صح يلا قال لك يا سيد عزيز اكتب تركيب لويس طبعا ممكن يقول اكتب التركيب البنائي او ارسم التركيب البنائي بصير لمين بده هو بده اياك تكتب له للبي سي ال 5 طبعا تركيب لويس اللي هو نقاط الشكل البنائي بنحط خطوط وبنغير الشكل بحسب التنافر نيجي هسه هون طبعا البي الى هذا الذري 15 والسي ال 17 وحكينا العدد الذري مش حفظ انا حافظه لاني بشتغل فيه بمارس كثير تركيب الكتروني توزيع الكتروني طيب نعمل توزيع يلا يلا نعمل طريقه اس اس بس بس عشان نغير جو ونلطف الجو يلا يلا اس اس بس بس يلا اس اس بس 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 بوبي عرفتوا يعني هو بس بوبي كان يجي على التلفزيون والله العظيم اني حضرت حلقاته والله العظيم الان نحط التوزيع الالكتروني هاي تكتفي باثنين هاي اثنين هاي ستة هاي صار عندنا عشرة ضايل معنا خمسة هي اثنين وهي ثلاثة. إذن هاي اثنين وهاي ثلاث اذا هاي الاس زيادة راح امسحها نفس القصة هون نحط الالكترونات اثنين اثنين ستة اثنين ضايل معنا قديش خمسة صح 5 2 7 7 10 17 نمسح الزيادة هاي الطريقة للطلاب اللي, اللي يعني بتغلب بالتوزيع والله العظيم هاي بتريحك وأنا مسامحك يعني مش شرط أنك تحكي لي كلام علمي 1 2 2 2 بتحس حالك بتخش بالحيط لا بدناش تخش بالحيط الآن خلينا نحط الأعداد الإس بتبلش من 1 2 3 1 2 3 نشوف البي يلا البي بتبلش من قديش من 2 وهي ثلاث اثنين وهي ثلاث الآن بدنا نحدد آخر مستوى طاقة اللي هو فيه الكترونات التكافؤ أكبر رقم هذا أكبر رقم باخذ الكتروناته عندنا سبع الكترونات تكافؤ تمام وهذا نفس القصة اثنين مع ثلاث عندي اجمع الكتروناتهم خمس الكترونات تكافؤ خمسة وهون قلنا سبعة تمام تمام الآن طلاب بدنا نحسب التوتال عندي هون أنا توتل توتال الكترونات تكافؤ توتال فيرنس الكترون في اي اللي هم الالكترونات الكليه بروح بحكي عندي هون واحدة من الفوسفور واحد ضرب خمس الكترونات تكافؤ واحد ضرب خمسه خمسه زائد عندي خمسه سي ال ضرب سبعه الكترونات تكافؤ خمسه بسبعه خمسه وثلاثين ميه ميه ويساوي اربعين الكترون تكافؤ هذول الكليات تمام كليات كليات ولا جماعه يا استاذ انت بتنهف يا استاذ طيب الان نطلع عدد الازواج عدد الازواج الكلي كل الازواج للرابط والغير رابط كم يا استاذ بحكي لك 40 قسم على اثنين بيطلع معك 20 20 زوج بغض النظر رابط او غير رابط طيب الان من هي الذره المركزيه مين هي الام الام دائما الاقل عدد واللي هي ذره الفوسفور اللي هي بي بنروح بنجيب الام طبعا الام تفضلي هون لها كرامة الام ولها احترامها حطينا الام الان يا استاذ في عندنا ذرات طرفيه بس عندنا سي ال5 احنا تعودنا واحدة بالشرق واحدة بالغرب واحدة بالشمال واحدة بالجنوب الان عندنا خمسه كيف بنظمهم طلع عندي كيف انا بحاول ابعدهم عن بعض بحاول ابعدهم عن بعض ولو انه بالرسم مستحيل بالرسم انك تبعدهم عن بعض بالرسم التو دايمنشن صعب بس انا بوعدكم المره الجاية اجيب لكم فيديو بيعرض لك الفي... لك الشيء 3 دايمنشن بين لك كل شيء بالتفصيل المره الجاية ان شاء الله في عندنا سي ال 5 صح فانت تعمل أخترنا ازرق بتعمل خط, خط هيك خط هيك خط هيك خط هيك وخط هيك وواحد هون وهذا رسم تقريبي هذا رسم تقريبي الان طالب وطلبه يقول استاذ هون الزاويه قريبه طيب استاذ ما هذا 3 دايمنشن شايفين هاي ممكن تيجي قدام تمام يعني الشكل لا تعتبره انه هو 2 دايمنشن تقول لي لا هون الزاويه مثلا 20 لا هاي الرابطه بتكون الكتروناتها وايش الرابط بكون ورا الشاشه فبكونوا بعاد عن بعض زي لما تعمل هيك هسا هيك انت قاعد تعمل اشي بزاوية تمام بس بالصورة لما حد يرسمها بتبينش انه في زاوية، صح ولا مش صح؟ المرة الجاية بفرجيكم كيف. أنا بعرف انه صارت تتخيلوا شغلات غريبة، هسا في عنا سي ال 5، صح؟ هي سي ال وهي سي ال وهي سي ال وهي سي ال وهي سي ال. طبعا رح احكي له أستاذ بدنا نحط نمسح الأزواج اللي كتبناهم 1 2 3 4 5، فال20 شيل منها 5، بضل معك قديش؟ بضل معك 15 زوج. اذا انت ضل معك 15 زوج بعد ما مسحنا الروابط مش هاي الرابطه عباره عباره عن زوج من الالكترونات صح ولا مش صح خلينا نظبط النقطه مش كل نقطة، مش كل رابطة عفوا عبارة عن زوج يعني نقطتين؟ اه طيب يا أستاذ، الآن امسح خمسة من العشرين 20 بضل معك 15، هسا معك 15 إلكترون وزعهم على الذرات الطرفية. هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش 12 تلتاش اربعتاش خمستاش خلصت كل الأزواج خمستاشر زوج يعني 30 إلكترون الآن خلصنا رسم طبعا هذا الرسم الرسم البنائي وكمان رسم لويس مع بعض لو بديك بس رسم لويس بتكون حاطط عند هون نقاط طيب استاذ بدي اوضح لك هالشغلات ركز معي كويس لو سألتك سؤال ما عدد أزواج الإلكترونات الرابطة أزواج شو بتجاوبني؟ أزواج زوج زوجين ثلاث أربعة خمسة لو قلت لك ما عدد الإلكترونات الرابطة إلكترونات رابطة بتقول لي إلكترون اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا كلمة إلكترون رابط غير عن زوج رابط الزوج كل اثنين نعتبرهم واحد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة لكن إلكترون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لو سالتك ما عدد اييه ازواج الكترونات الكليه الكلي الكل اللي هو 20 زوج تمام؟ طيب الان شو بدي احكي لكم يا شباب يا صبايا؟ هذا الشكل اللي هون رسمناه شكل لويس مع رسم بنائي بس احنا شو بيفرقوا عن بعض؟ اللي بيفرقوا عن بعض انه انا بالرسم البنائي مرات او كيف بدي احكي لكم هاي الالكترونات ما بكتبها خلص انه انا قاعد بسهل على حالي لاني انا صرت فاهم شو قاعد بشتغل بس هي مكتوبه طبعا بس احنا ما بنكتبها لانه هذا رسم بنائي هذا اللي بيفرق زائد في شغله ثانيه اللي هي الروابط هيك انا صار عندي شكل بنائي وهسه بفرجيكم اياه من الشاشه الثانيه يعني بدي اقول لك شغله انت كطالب الان بعرف جزء السرفي عندك لبس تقول أستاذ انت كيف يعني مش فاهمين هسا الرسم لويس هو عباره عن النقط ممكن تحط فيه خطوط ممكن نعمل روابط التركيب البنائي ما بخلي هون الكترونات كثير بشيلهم وبخلي بس الروابط هذا هو التركيب البنائي تمام فالتركيب البنائي يعني رسم بسيط رسم بسيط نيجي لاخر وحده للاس اف SF, اس اف 6 هاي كمان ضله في حاله شاذة نرسمهم مع بعض طيب طبعا هاي استاذي بالنسبه بتقدر انك انت تحل عليها على مثلا اي شيء بي اكس 5 يعني بي اف 5 بي سي ال 5 بي اي 5 هاي كلها امثله بتزبط عليها يعني بتقدر إن انك انت تحلهم جرب حل لي بي اف 5 البي عدد ذري 15 والاف عدد ذري 9 طبعا انت تحل راعي ان هاي ذره شاذه بتكتفي باكثر من ثمان ازواج من ثمان الكترونات تمام فعندك هون او مش ثمان الكترونات ثمان ازواج صح عندك هون زوج زوجين ثلاث اربع عفوا ثمان الكترونات والله خشينا بالحيط ثمان الكترونات ثمان الكترونات يعني اربع ازواج احنا دائما بنخلي حوالين كل ذره ثمان الكترونات اربع ازواج حلو حلو لما خشينا بالحيط صار في انسجام طيب حكينا استاذ تقدر انك انت تعرف من خلال الالكترونات صار عندك انت بالتوزيع اخر مستوى طاقة خمس الكترونات تكافؤ وعندك ذره فوسفور تتذكر انه هاي بتشارك بخمسه كانها فقدت او كسبت خمسه فبتعمل خمس روابط تمام فانت من خلال هاي توزيعها بتعرف أنه واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة خمس روابط عشر الكترونات اذا هي فوق قاعدة الثمانية فوق قاعدة الثمانية طيب نعمل مسح للشاشه ونروح هسه لاخر شيء اخر سؤال يلا بسرعه بسرعه عادي لا تخافوا قال لك ارسم تركيب لويس لا اس بدل الكتاب بنخليها اس سي ال 6 بدل اس اف 6 اس سي ال 6 نفس الحل يلا يلا نحط هسه العدد الذري لكل وحده الاس العدد الذري 16 والسي ال 17 نعمل توزيع يا رب بسم الله نحكي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 3 بي 4 صح هيك مجموعهم 16 لتحت 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي ضل معنا قديش 5 هاي حطينا 5 هيك خلصنا توزيع الكتروني نحدد الذره نحدد الكترونات التكافؤ اجمع كم سبع الكترونات تكافؤ بتدور على اكبر رقم اكبر رقم من تحت اللي هو بيمثل لي اكبر دوره او اكبر مستوى طاقه اجمع ست الكترونات تكافؤ تمام تمام الان بدنا نطلع التوتال الكترون بتقول لي استاذ توتال فالنس الكترون او اي في اللي بدك اياه السقل. اس الاس كم وحده؟ اس وحده، واحد ضرب ستة ستة زائد السي ال كم سي ال؟ ستة ستة ضرب سبعة ستة ضرب سبعة ستة ضرب سبعة كم؟ 42 صح؟ 42 4 2 ويساوي امم طيب الان بسم الله نختار اللون الازرق على فكره 6 ضرب 7 42 اقول لك كيف؟ عندك ستة وستة وستة هاي ثلاث ستات قديش هدول هدول عبارة عن أربعة وعشرين ولا 6 18. و 18. وعندك ستة وستة 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 هون أربعة طيب ها أربعة نجمع أربعة وعشرين زائد زائد أربعة بطلع معك عشر اثنين باليد واحد وأربعة اثنين وأربعين طيب الآن نجمعها اثنين وأربعين زائد ستة 48 على فكرة هاي شغلة الضرب مرات ان انت بتروح عن بالك حاول انت افرط الرقم مش 6 ضرب 7 يعني 6 مكررة سبع مرات طيب اعملها عادي ما في مشكلة طيب الان طلعناها يا سيد العزيز 48 هسا 48 هو الالكترونات الكلية بدنا عدد الازواج بشكل عام بتقول لي عدد الازواج بيساوي ثمانية وأربعين تقسيم اثنين وبيساوي قديش؟ نص الأربعين عشرين ونص ال أربعة أربعة وعشرين أربعة وعشرين زوج هذول كل الأزواج عندي من هي الذرة المركزية؟ هي الاس هي مين؟ الاس هي اس عندي كم كم سي ال؟ عندي ستة ست سي الات كيف بدي اكتبهم؟ صح؟ في صعوبة طب انا بدي ارسم لكم اياهم بس قبل بدي تشوفهم عشان تتوقع انا رسمتي ما بتجيب المية طلع كيف الرسم واحد يقبل واحد واثنين فوق واثنين تحت هذا الرسم بدك تحفظه وتتعود عليه تمام فانا هسا وانا برسم بضلك متوقع على هذا الرسم لانه انا راح اجيب العيد في الرسمه رسمتي او انا بالرسم مش كثير الان اتفقنا انه في عندنا سته سته يعني واحد بالشرق واحد بالغرب واحد أوصر هيك كيف بيجي شرق غربي ولا شمال جنوبي اللي هو واحد هيك تقريبا عرفنا نرسمها اللي قبل رسمتها كان عنا خمسة الكترونات حطينا اثنين قراب من بعض واثنين بعاد وواحد فوق وبتقدر تعكسها انت احفظ شكل واحد وما تعجك حالك هو نفسه بس والله مرسوم بالعكس بكون طيب الان كيف عرفت يا استاذ انه انت عندك ست روابط اكيد في عندي ست ذرات طرفيه فراح يكون في ست ذرات ست روابط اكيد ممكن اكثر طيب الان نحط السيالات على الاطراف هي سيال وهي سيال وهي, سيال وهي سيال وهي سيال وهي سيال وهي سيال وهي سيال لو طرحنا رابطه 2 3 4 5 6 6 يعني ايش 6 ازواج اطرح من ال24 6 ازواج بضل معك 18 زوج ال18 زوج بدك توزعهم على الذرات الطرفيه عشان نعمل تركيب لويس نحطهم على الاطراف 18 زوج تمام تمام تمام, تمام يا استاذ يلا هاي تلات أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش 12 13 اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش حطينا 18 زوج طرفي خلصناهم استاذ يلا نتأكد ان احنا وصلنا قاعدة ثمانية ولا لا بقول لك يلا بتلاقي انه هنا هاي كاملة وصل قاعدة ثمانية ما احنا هاي عبارة عن هنا وهون اثنين اربعة ستة ثمانية نفس الشيء كل الشكل لكن بدي اياك تعرف انه الذره المركزيه تعدت قاعده الثمانيه 2 4 6 8 12 اه 12 لانه 6 ضرب 2 12 12 زوج 12 الكترون عفوا 12 الكترون 12 الكترون 6 ازواج تعدت قاعده الثمانيه لانه قاعده الثمانيه بتحكي لك لازم يكون حوالين كل ذره 8 الكترونات هون احنا عندنا 12 تمام اذا تعدت قاعده الثمانيه لكن هي مستقره هي مستقرة إذا حكى لك أرسم لي الشكل البنائي ترى بالمدارس ما بدققوا بس هو يفضل أنك أنت ما تحط الإلكترونات هاي هاي الإلكترونات ما تحطها إذا قال لك شكل بنائي وعلى فكرة لو كتبتها عادي يعني مش هالإشي للخطأ يعني لكن الشكل البنائي بالعادي بكون كشكل من دون تفاصيل الإلكترونات هاي وما فيه نقاط اللي فيه نقاط هو تركيب لويس اللي هو تركيب لويس طيب الآن خلصنا معكم رسم على مع فكرة أنا حاسس الموضوع سهل حسيت الموضوع سهل انت احفظ انه البي اي بتعمل رابطتين حط انتين خلصت البي بتعمل ثلاث وحطينا واحد اثنين ثلاث زي مثلث او بتحط واحده تحت وتنتين فوق مثلث برضه كل زاويه بيناتهم 120 عشان نعمل زي كانك دائره كامله البي بتعمل خمس روابط صح ولا مش صح اه صح اللي هي بي سي ال 5 حكينا انت عندك خمس خمس روابط بدك تحط اثنين قراب من بعض واثنين هيك وواحدة بالنص أو بتعملهم بالعكس زي الكتاب واحدة تحت اثنين قراب بنفس الطريقة آخر واحدة حسيتها سهلة واحدة بالشرق واحدة بالغرب واثنين قراب هيك واثنين قراب هيك لحتى نوصل لحالة الاستقرار طبعا هذا الشكل زي ما بحكيت لكم وبرجع بحكي لكم إنه مش زي ما أنت شايف مش زي هيك الرسم لا هو في ذرات بتكون ورا فمشان هيك مش مبين عندك طيب طيب في عندي هون أمثلة <applause> على الذرات التي تخالف قاعده الثمانيه نفس الحكي اللي حكيناه فوق بس انا قاعد بلعب بالذرات الطرفيه فمشان هيك بي اي اف 2 بي اي سي ال 2 بي اي اي 2 نفس الحل اس سي ال 6 او اس اف 6 نفس الحل بي سي ال 3 او بي اف 3 نفس الحل بي بي 5 او بي سي ال 5 او بي اي 5 نفس الحل تمام تمام اوكي المره الجاي راح نحكي عن موضوع مهم جدا وموجود في الدرس الاول في التوجيه اللي هو الرابطه التناسقيه كيف بتصير رابطه تناسقيه وشو محتوياتها وشو تفاصيلها هذا الحكي راح نحكيه المره الجاي ان شاء الله وبوعدكم وعد شرف افرجيكم هاي الاشكال بال3 والله العظيم انه لازم افرجيكم اياهم عشان تفهموا انا شو قاعد بسوي اليوم درسنا كان طويل لكن هو بالخلاصه سهل بالخلاصه انك انت صرت عارف ترسم عن طريق الفهم وعن طريق الحفظ امورك تمام تمام اوكي تمام هسا كاسئله بتقدر تسال حالك كم زوج رابط؟ تقول لي زوج، زوجين ثلاث، ثلاث ازواج، كم الكترون رابط؟ تقول لي الكترون اثنين ثلاث اربعة خمسة بتعد كل رابطة اثنين. قاعدة الثمانية بده يكون حواليها ثمان ازواج ولا ثمان الكترونات؟ ثمان الكترونات، مش ثمان ازواج، لا. ايش في كمان اسئلة؟ خلص، خلصنا اليوم، الحصة اليوم أنا حاسس إنها سهلة، طولت فيها بعرف جزء صرنا تقريبا 40 دقيقة، لكن هي سهلة بس بدها شرح. اليوم خلصنا معاكم، المرة الجاية، إن شاء الله حلوا أنتم زي ما حكيت لكم، وإن شاء الله المرة الجاي بنجي على الرابطة التناسقية، الرابطة التناسقية موضوعها سهل وممتع، مختلفة شوي صغيرة، لكن إشي حلو. طيب، بعدين الحصة اللي بعد رح نحكي عن أسماء الأشكال اللي نرسمها، والزوايا، يعني أنا قاعد بقول لك 180، 120، كيف عرفت يا أستاذ؟ ونص مش عارف إيش، هذا كله رح نعرفه المرة الجاي. و... وشو اللي غير شو اللي غير شكل الزوج يعني مثلا 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 ام وينها مش هون اوكي ليش مرات بكون عندنا احنا اربع ذرات طرفيه بتكون مرات الزوايا مختلفه يعني مثلا هون الزاويه منحني الزاويه 104 ونص ليش هون 104 ونص ليش هون ثمان سطوح هاي الشغلات ليش اختلفت طبعا بتختلف فيه الى اسباب ورح نيجي نحكي عنها وهي الاشكال راح افرجيكم اياها زي ما وعدتكم الثري دايمنشن الشكل اللي في قدامك بدي ادور على موقع ان شاء الله ادبر لكم اياها انا شغال معكم ان شاء الله بحيث انك تكون فاهم احسن فهم مشان ترتاح الدرس الاول طويل نسبيا الدرس الاول بعترف في اعتراف ان الدرس الاول طويل نسبيا لكن الدرس الثاني سهل واقل الدرس الثالث ابسط وابسط واقل كميه تمام فالدرس الاول اه بيحتاج وقت محتاج اه بيحتاج بس بعد هيك بقل بقل ان شاء الله وامورنا بتكون طيبه آه خلصنا معكم اليوم اعذروني على طول الحصه لكن بحب اشرح شرح تفصيلي لسه لو اني بشرح في ماده التوجيه راح تفصيلي اكثر مشان الطالب لو انك ضعيف 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 تفهم ولو انك قوي تسرع الفيديو وامورك تمام تمام اذا احنا بس ملخص سريع تركيب لويس تركيب نقاط ممكن نعمل روابط ما في مشكلة لكن التركيب البنائي بكون في خطوط ومنشيل النقاط عن الأطراف عشان يعطيك منظر جميل بدون أي نقاط خلصنا معاكم الله يعطيكم العافية وطبعا يا أستاذ بعثولي لي على الواتساب أي شيء بدكم إياه البي دي أف مجانا الواتساب الرابط رابط جروب واتساب كل شيء طبعا أنا بلشت أخش بالحيط خلينا نحن نروح الله يعطيكم العافية اي استفسار اسالوني اي اشي بدكم اياه احكوا عنه ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>